السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين شاهدنا وين رياض محرز بعد دخوله في ظرف دقيقة وين يسجل الهدف الأول بعد ما كانت النتيجة 0-0 ورياض محرز وين يحرز الهدف. يعني شاهدنا كيفاش كانت المباراة، مباراة اللي كانت مغلوقة، مباراة وين شاهدنا محرز ما دخلش أساسي في هذه المباراة، يعني وين نقولوا باللي رياض محرز يعني بالاداء مش الاداء تاعو، ولا اللاعب كي يكون كبير يعني يعرف كيفاش يعرف الحلول، يعني ماشي كاين اللي يقول لك روبلاس. واش عندنا بزاف ناس ولاو يطبلوا بدايه يعني وين بدات المباراه ميدانو القائمه، الناس خرجت ولا تصحاب التطبيل، هذوك صحاب التطبيل، محرز لازم منا، محرز لازم من وين مالغري محرز وين راه عنده يعني عنده يقولوا باللي حسب الصحافي المشهور في الانجليز وين عنده يعني مع تشيلسي، يعني من اجل يعني المتابعه مع تشيلسي. لكن رياض محرز يعني رياض محرز وين عرف كيفاش في بعد الدخول تاعو وين سجل هدف بعد نقولوا 3 دقائق هكا ولا هكا 3 دقائق مي دخل بالك في 3 دقائق هكا لعب ويسجل هدف، يعني هدف اللي كان في هدف تاع كبار، هدف تاع كبار يعني وين الهدف انا نقول واه في 63 دخل في 59 هو دخل في دخل واه 3 دقائق هذيك هي 4 دقائق ماركا في 63، يعني وين كان الدخول تاعو ايجابي هو وجاك دخلوا مباشرة وين شاهدنا وين غوارديولا مباشرة وين دخل يعني وين سجل محرز يعني امام تشيلسي بعد اربع او 3 دقائق من دخوله وين تألق سهرة يوم الخميس النجم الدولي الجزائري رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي وزيد فانيك، وذلك بمناسبة لقاء الجولة 19 من الدور الإنجليزي الممتاز الذي يجمع حاليا السيتي بمضيفه تشيلسي. وجاء الهدف محرز في الدقيقة 63 بعد جملة رائعة من لاعبي السيتي وصلت إلى جاك الذي أرسل العرضية إلى محرز داخل منطقة الجزاء ليحولها رياض محرز بكل سهولة في شباك، وكان محرز قد دخل يعني بديل في الدقيقة 59 ومع من موقعة الملعب يعني من مكان زميله فوردين، يعني دخل منها ويسجل الهدف. هذه اللي تخدم رياض محرز، هذه تخدم هذه المباريات اللي يخدموا رياض محرز عمل. هذا الهدف اللي يخدم رياض محرز، خاطر على رياض محرز خدم استغل كما نقولوا حنايا التوقف تاع كاس العالم وين خدم بآليز، خدم معاود ولا هذه هي وين محرز كان يفوت في فترة فراغ وين فات في فترة فراغ، يعني فترة فراغ صعبة اللي فات فيها، يعني حتى المدرب تاعو اللي كان عارف يعني ناس ما يعرفون كاين اللي ما يعرفش يقول لك باللي راه محقور راه دايرين، هو ما كان معاه محقور ما والو، هو كان يخدم باش يعاود يولي وصعيك هذا مكان. وزيد فانيك وين محرز يتوج بجائزة جديدة مع مانشستر سيتي وين حصل هداف رياض محرز خاصة الذي سجله في مرمى فريق ليفربول على جائزة الهدف نسيان لشهر ديسمبر. وعزز الساحر العرب تقدم مانشستر سيتي يعني امام تشيلسي، عم نتكلموا على ليفربول، وانتهت المباراه بفوز السماوي بنتيجه 3 اهداف مقابل 2 ضمن فعاليه الدور 16 من كاس الانجليز، يعني وين تحصل على جائزه هذه. واختير قائد المنتخب الجزائري رياض محرز للمنافسه على جائزه افضل لاعب في نادي مانشستر سيتي خلال شهر ديسمبر 2022، وحملت القائمة المرشحين للفوز بالجائزة نجمين آخرين وهما المهاجم النرويجي أولوند والنجم الصاعد كرة القدم رايكو لويس، وتأتي منافسة قائد الخط على جائزة الأفضل
في كتيبة السيتي خلال شهر ديسمبر بعد عودته للتألق مجددا بعد التوقف الدولي فرضته نهائيات منافسة كأس العالم الفيفا قطر 2022. وظهر النجم الجزائري رياض محرز بوجه جديد مع فريق مانشستر سيتي بعد العودة عودة الحياة إلى الدور الإنجليزي ممتاز إثر انتهاء عطلة كأس العالم قطر 2022. وكان قائد محاربي الصحراء الصحراء قدم مستويات يعني ضعيفة خلال النصف الأول من الموسم الحالي مما جعله في مرمى الانتقادات الجماهيرية، لكن رياض محرز بالعمل يعني ونعرفه يعني خدام يعني ميم غوارديولا يعرفه باللي خدام ويعرفه باللي يولي ويحتاجه يعني في مباريات مغلوقة يحتاجه. عرفتوا كيما البارح كيما تشوف المباراة تاع مانشستر سيتي مع تشيلسي، مباراة كانت مغلوقة، لعب كان مغلوق، يعني وشاهدنا رياض محرز دخل ويفك شفرة، يعني شاهدنا جاك كيفاش عطاه لروتري شباب، رياض محرز بكل يعني روعة يحطها في شباك تشيلسي. وكان قائد محاربي الصحراء قدم مستويات خلال النصف الأول يعني وين انتقادات جماهيرية الله غالب رياض محرز، وكان يفوت في فترة يعني فراغ رهيبة جدا، ونجح رياض في تسجيل الهدف بجانب إهداء تمريرة حاسمة خلال ثلاث مباريات خاضها السيتي أمام ليفربول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية فضلا عن ليدز يونايتد وإيفرتون، يعني وانتهت المباراة بهدف لهدف. شاهدنا الهدف الذي سجله يعني أمام تشيلسي بعد دخوله في ظرف ثلاث دقائق هكا ولا أربع دقائق دخل يعني سجل هدف، يعني كان هدف كان جميل، كانوا محتاجين هذا الفوز على بالك. مانشستر كانت محتاجة الفوز، كان الفوز رياض شو هذا الهدف اللي غادي يرد رياض محرز المستويات تاعو الكبيرة كاع هذه هي. هدف كان جميل، هدف جات بعمل مجموعة على بالك، لي باس بيناتهم كيفاش كانوا لي باس بيناتهم وشاهدنا، ورياض محرز لم ينتظر كثيرا، يعني الهدف الذي سجله لم ينتظر كثيرا هذه هي. الله يجعل الطبيلة ما تكسرش عليه، خلوه مسكين خلوه خات الناس ما صور لك ما صور دي 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 هو جا مور يعني يعرف كيفاش ولا خلع غوارديولا. لا غوارديولا يفرح كيما حد زي ماركي، خلينا بدوك الناس اللي يهضروا، خلينا دوك واحد اللي قال لي شو بخويا شو تشوف كيفاش غوارديولا كيفاش يفرح. لا خلينا بدوك الناس اللي يهضروا تاع غوارديولا ما يبغيش مع حد زي اولي هذه هضره، عارفها مليح. يعرف يولي كي مرت هذا البنت مليح، هذا البنت مليح له. هاكي مركز البوت يخدمه هذا البوت يخدمه بوت هذا يخدمه مليح. بوت هذا خدمه ليشان يعطي الصحة وتحبي شنو يحبسو كيفاش يقول لك محرز يا ولدي محرز حاجة كبيرة اخويا كبير محرز يعرف الوقت اللي يولي فيه محرز هذه هي حاجة اللي مليحة في محرز يعرف متى يولي المنتدى اللي يرد مانشستر سيتي ورد محرز
هذا هو المدة هذو ردهم ليش هذا خويا رد مانشستر ورد محرز قلت هذا اللي غادي يخدم محرز يودره تنساو شاطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ودائما معكم بجديد سعيد وخاوتي.